الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بهم العناوين. الكويت تعلن تضامنها مع البحرين في مواجهة الخلايا الإرهابية. بعد التشكيك إقرار إيراني بأن حادث من خارج إرادة المملكة. قلق سعودي من التدخل الروسي بسوريا والعدوان يوقع المزيد. لجنة متخصصة لوضع قانون خاص بتنظيم اتحاد الملاك الكويتي. مجلس الوزراء أن احنا نعمل نحن ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية على أغلاقها، وإحنا شغالين على ذلك. مقترح لترخيص 6 أفرع للجمعيات الخيرية الكويتية وغلق البقية. الكويت تشاطر العالم بيوم المسنين وسط توقعات تضاعف الأعداد. الكويت تقف إلى جانب البحرين في التصدي للأعمال الإرهابية وكل ما يمس أمنها، على حد تعبير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد، والذي شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على مواصلة وتطوير التعاون الثنائي المتميز في المجال الأمني بين البلدين، مشيدا بالجهود التي بذلها رجال الأمن في البحرين والتي أدت إلى ضبط خلية إرهابية ومخزن للأسلحة والمتفجرات. وأعلنت الداخلية البحرينية في وقت سابق اكتشاف مخزن للمتفجرات تحت الأرض قدرت كميته بحوالي 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار وأسلحة وقنابل، فيما أشاد مجلس التعاون الخليجي بيقظة الأمن البحريني. هذا وقد أعلنت البحرين الليلة سحب سفيرها لدى طهران وطلبت مغادرة القائم بأعمال سفارة إيران بالمنامة. في جدة اتفق وزيراء الصحة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ونظيره الإيراني حسن هاشمي خلال اجتماع لهما على نقل جثامين الإيرانيين الذين قضوا في حادثة التدافع بمشعر ميناء صباح عيد الأضحى. وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الحالة الصحية للحجاج الإيرانيين وآلية نقل الذين قضوا في حادث التدافع، وكذلك متابعة علاج المصابين في مستشفيات المملكة. وقد أثنى الوزير الإيراني على جهود المملكة والاستجابة في التعامل مع الحادث وتقديمها كل الخدمات الصحية والإسعافية، مضيفا أن حادث التدافع خارج عن إدارة السعودية. وفي الرياض أكد سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد مواصلة السفراء الجهود لمعرفة مصير الحاج المفقود جاسم الفيلتشاوي، وأوضح الشيخ ثامر أن السفارة تتعاون في هذا الشأن مع الجهات المسؤولة في السعودية ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الحج ووزارة الداخلية. مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي طالب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الغارات الروسية التي استهدفت مواقع مدنية سورية في ريف حمص وحماة وإدلب وأدت إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء. وقال عبد الله المعلمي إن الرياض قلقة من العمليات الروسية في سوريا. وحول حادثة تدافع ميناء دعا المندوب السعودي إيران إلى الكف عن تسييس الحادثة التي راح ضحيتها مئات الحجاج ومن جنسيات مختلفة، وطالب طهران بعدم التدخل في شؤون جيرانها.
مصادر لبنانية أكدت لرويترز أن المئات من القوات الإيرانية وصلت سوريا منذ 10 أيام للمشاركة في عمليات برية إلى جانب قوات النظام السوري. يأتي ذلك فيما وسعت روسيا دائرة ضرباتها الجوية التي استهدفت مواقع في حمص وحماة وإدلب ومناطق أخرى، مخلفة عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من الكرملين بأن الضربات في سوريا استهدفت قائمة معروفة من التنظيمات الإرهابية متفقا عليها مع النظام السوري. القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت استشهاد أحد جنودها متأثرا بجراحه إثر حادثة مأرب التي وقعت في سبتمبر الماضي ضمن مشاركته مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. كذلك أعلنت الداخلية السعودية استشهاد ضابط صف سعودي بمنطقة جازان بإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية. وبدورها قالت مصادر عسكرية يمنية إن تعزيزات عسكرية كبيرة تحركت من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن صوب تعز وباب المندب لإسناد المقاومة ومواجهة ميليشيات الحوثي وصالح وتطهير المنطقة من المتمردين ودعم المقاومة في تعز. في الدوحة وخلال ترأسه وفد الكويت إلى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تشكيل لجنة متخصصة لوضع قانون خاص بتنظيم اتحاد الملاك الكويتي، وذلك على ضوء التجارب الناجحة له في دول مجلس التعاون. وقال أبل إن القانون المقترح سيعود بالمنفعة المشتركة على شاغلي هذه الوحدات لضمان صيانة وإدارة التجمعات السكنية والخدمات والمرافق المشتركة، ليكون هذا النوع من المشاريع جاذب للراغبين في هذا النمط من البدائل السكنية. وزير الخارجية الكويتي شيخ صباح الخالد ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا يون بيونغ سي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين دول المجلس وجمهورية كوريا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، كما تناول الجانبان وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. على هامش حضورها فعاليات الحفل السنوي لإدارة رعاية المسنين، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن العمل جار على قدم وساق في الحملة التي تشنها الوزارة على الشركات الوهمية، وأن هناك إحالات يومية لمخالفين إلى النيابة العامة. وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية، قالت الصبيح إن وزارة الشؤون تعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف على غلق الجمعيات المخالفة، مشيرة إلى مقترح لترخيص 6 أفرع للجمعيات الخيرية وإغلاق البقية. يوميا قاعد نقلق ملفات، يوميا قاعد نحيل إلى النيابة. هذا الموضوع أنا قلت لكم سأتولاه بنفسي ومتوليتها بنفسي من بداية الصيف، والله الحمد هناك يعني سند يعني نشيل الفساد يعني بقصب من هيئة العمل رأفة ولحقوق الإنسان من العاملين، وكذلك لتأثيره على التركيبة السكانية. في أكو أشياء لازم نحولها على الميكنة، لأن إذا ما حولناها يصير في التطبيق في هناك أخطاء، فإحنا قاعد نحولها إلى الميكنة. بنصدر القرار، كل جمعية لها 6 فروع على مستوى دولة الكويت، حساس كل محافظة فرع والباقي يقلق حسب قرار مجلس الوزراء. أن احنا نعمل نحن ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية على أقلاقها، وإحنا شغالين على ذلك. الصبيح أكدت أيضا أن قانون رعاية المسنين الجديد على طاولة مجلس الوزراء وسيحول إلى مجلس الأمة ليقر قبل دخول السنة الجديدة. كذلك أضافت على هامش حضورها الحفل السنوي لإدارة رعاية المسنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين إن وزارة الشؤون تهدف إلى تطوير الرعاية النهارية للمسنين، حيث أنها تقدم الخدمة لأكثر من 3500 مسن والعدد في ازدياد.
نفتخر هنا أن في الكويت لدينا رعاية إيوائية وكذلك رعاية منزلية أو نهارية إلى كبار السن اللي قاعد تقدمه وزارة الشؤون، ويعني تحب أن تطوره هو الرعاية النهارية لأنها لأعداد كبيرة أفاقت 3500 عدد وستزيد. سنفتح مراكز جديدة، سنفتح لهم أندية، كل هذا موجود. هناك قانون جديد واصل الحين إلى مجلس الوزراء، إن شاء الله قبل دور الانعقاد راح يكون محول إلى مجلس الأمة حتى يتم إقراره قبل نهاية هذه السنة. وفي هذا القانون كثير من المميزات اللي راح تقدم إلى كبار السن. هناك طبعا الإيوائية، وإن كنا ما نشجع عليها لأن كما تعلمون ديننا الحنيف أمرنا برعاية أبهاتنا وأمهاتنا. يصادف الأول من أكتوبر من كل عام الذكرى السنوية لليوم العالمي للمسنين، حيث تم تخصيص هذا اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة كرد للجميل ومكافأة لهم على ما قدموه للأوطان والأبناء من تضحيات. تقرير لخالد الفارس. الأول من أكتوبر من كل عام يكون اليوم العالمي للمسنين، وقد اختير موضوع الاحتفال لهذا العام هو الاستدامة وشمول جميع الأعمار في البيئة الحضرية. ويأتي هذا اليوم كل عام ليجدد العرفان ويرد الجميل لكل يد شاخت بعد أن قدمت. ومن المتوقع أن يصل تعداد المسنين فوق 60 سنة بحلول العام 2050 إلى 2 مليار نسمة، وهو يكاد يساوي عدد السكان الشباب في العالم. وبذلك فقد أصبحنا نقترب من المرحلة التي سيفوق عدد المسنين فيها عدد الشباب، وذلك بسبب التراجع المستمر في معدلات الخصوبة وزيادة متوسط العمر المأمول بحسب منظمة الصحة العالمية في أول تقرير لها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلى مدار التاريخ الإنساني كانت نسبة صغار السن أكبر من نسبة كبار السن في كافة المجتمعات السكانية في العالم، إلا أن العالم أصبح يتقدم في السن، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن 50 سنة القادمة سيزداد عدد كبار السن خلالها نحو 4 أضعاف. خالد الفارس، الراي. المحامي بسام العسعوسي ادعى مدنيا عن نفسه ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومدير نيابة الفروانية سالم العسعوسي ضد المتهمين الثلاثة في قضية شبريت سياسي. كذلك ادعى مكتب المحامي لؤي الخرافي مدنيا أمام المحكمة ضد المتهمين الثلاثة في القضية. وقد أخلت محكمة الجنايات سبيل المحامي فلاح الحجرف مقابل كفالة قدرها 5000 دينار بعد اتهامه في القضية. كذلك أجلت المحكمة قضية المغرد شبريت سياسي إلى 12 نوفمبر، وأحالت المتهم الأول للطب الشرعي للكشف عليه مع تكليف النيابة بإعداد تقرير تفصيلي من الأجهزة المضبوطة للمحادثات التي تمت بين الحجرف وشبريت سياسي. من جهة أخرى، قررت النيابة العامة حجز حسين المعتوق حتى يوم الأحد المقبل على خلفية خطبته حول خلية العبدلي. وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني حسين المعتوق، وذلك على خلفية اتهامه بمخالفة قانون الوحدة الوطنية. وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري قال إن الوزارة ستقوم بإيصال التيار الكهربائي لقسائم منطقة الفنيطيس وإنارة الشوارع قبل الموعد المحدد، وهو نهاية شهر أكتوبر الحالي. أوضح بوشهري عقب جولة تفقدية لمواقع عمل شبكات النقل الكهربائية بمنطقة الفنيطيس إن المنطقة تحتوي على ما يقارب من 72 محطة تحويلية ثانوية ورئيسية، دخل الخدمة منها ما يقارب 21 محطة. وزارة التربية أعلنت تسليمها أجهزة التابلت للمناطق التعليمية وتوزيعها على المدارس في كل منطقة تعليمية، تمهيدا لتسليمها للطلاب فور الانتهاء من تضمينها للمحتوى العلمي. وقال وكيل وزارة التربية هيثم الأثري إن الهدف من ذلك هو أن يصبح الجهاز وسيلة أساسية لمساعدة المعلم في العملية التعليمية، إضافة إلى كونه وسيلة جيدة للطالب كي يثري تحصيله العلمي ومراجعة المعلومات.
أريد للاتصالات المتنقلة أقامت ورشة عمل للمشاركين في فعاليات برنامج التحدي العربي لتطبيقات الجوال في الكويت، والذي أنهى بنجاح دورتين وبدأ هذا العام دورته الثالثة. وقد انطلق التحدي العربي لتطبيقات الجوال عام 2013 كبرنامج يسعى إلى تطوير مهارات الشباب وتشجيعهم على الإبداع التكنولوجي. يأتي متزامناً مع أهدافنا، وهي إثراء الشباب في تطوير قدراتهم في مجال تطبيقات التكنولوجيا. اليوم إيماك مو بعيدة عن الشاب الكويتي. اليوم الشاب الكويتي أثبت السنة اللي فاتت أن 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 إيماك أنه قادر على التحدي، وكذلك راح للريجنال تشالنج وبعدين راحوا للإنترناشنال تشالنج. فاليوم نأمن فيكم، وإن شاء الله راح نشوف أكثر في الـ في الـ في الـ في, السنة في الأيام الجاية إن شاء الله. إحنا في أريدو أيضا نؤمن أن التحدي الأساسي للشباب هو إيجاد نفسه وصقل موهبته. اليوم الفرص، اليوم إحنا في أريدو نفتح فرص ومجالات إبداعية للشباب إنه يحاول إنه يطور من نفسه. اليوم الإبداع عليك، لكن اليوم إحنا الشانلز الأساسية تكون علينا. يعني إكسير اسم تثق به. مساء الخير. بالنسبة للدهون المهدرجة، هي دهون موجودة في كل المنتجات الموجودة في الجمعيات، كاكاو، كيك، حتى أنواع كثيرة من الأجبان، الآيس كريم. دهون المهدرجة هي أسوأ أنواع الدهون عالميا، يحبونها المصانع الغذائية، تعطي طعم في المنتج جدا سيئة، صعبة الحرق، سهولة في الترسيب، ترفع الدهن السيء، تقلل الدهن المفيد. لازم نعرفه في كل منتج أنت بتشتري أو بتاكله، إذا كان عندك كوليسترول اقرأ على المنتج، في دهن مهدرج لا تاكله أو تقلل منه، لأن في ناس تلتهم منه كميات كبيرة. يعني تفاجأت أن في واحد ممكن يأخذ 5 علب من كاكاو معين في دهن مهدرج. أتمنى لكم الصحة والعافية. إكسير اسم تثق به. الأحمر يتربص بمؤشرات سوق المال، التفاصيل في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أنهت تداولات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 5.13 نقطة، وللمؤشر السعري ونحو 1.17 نقطة للوزني، و5 نقاط لمؤشر كويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 11,600,000 دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 113 مليون سهم. في الآونة الأخيرة لاحظنا أن أغلب التداولات كانت تتركز على الأسهم المضاربية، إلا أن الأسهم القيادية كانت بين الحين والآخر تنشط، كما حدث في جلسة هذا اليوم، حيث كانت أكثر 3 شركات تداول من حيث القيمة هي بيتك، الوطني، ثم شركة زين للاتصالات. بالنسبة للربع الثالث لعام 2015 الذي أنهى تداولاته في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فقد تميز هذا الربع بالانخفاضات سواء من حيث المؤشر أو من حيث قيمة التداول. بالنسبة لقيمة التداول كانت الأدنى مقارنة بالربع الثاني والربع الأول لهذا العام، وانخفضت بواقع يقارب 23% عن قيمة التداول في الربع الثاني. بالنسبة للمؤشر، المؤشر السعري هو أيضا بلغ أدنى مستوى له في هذا العام عام 2015 في الربع الثالث، حيث كسر مستوى 6000 نقطة وأنهى تداولاته في الربع الثالث عند مستوى 5725 نقطة.
سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 17 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 42 دولارا و38 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي أسواق النفط العالمية تباينت أسعار النفط أمس وسط تعاملات متقلبة، ففي الوقت الذي ارتفع فيه سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت في بورصة لندن بفعل مخاوف من ضربات جوية روسية في سوريا، انخفض سعر الخام الأمريكي في بورصة نيويورك التجارية على وقع بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة. نتائج الرماية مشرفة، تفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أشاد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي بالنتائج التي حققتها رماة ورميات الكويت والعرب في مسابقة إتراب في البطولة العربية للأطباق الطائرة. وأضاف العتيبي أن رماة الكويت قدموا مستويات عالية في البطولة وتمكنوا من حصد 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية على الصعيد الفردي والفرق، وقال إن نادي الرماية يتطلع إلى حصد المزيد من الميداليات في المسابقتين المتبقيتين وهما الحفرة المزدوجة دبل تراب ورماية الأبراج سكيت، متمنيا التوفيق لجميع الرماة العرب بتحقيق أفضل المستويات. توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية محمد كرم استمرار الرطوبة النسبية المرتفعة الليلة ويوم غد الجمعة على أن تنخفض نسبيا السبت المقبل، فيما يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور تثير انتباهكم وتجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع الراي تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والراي تيوب. إلى اللقاء.